الشرف هنا المدرجات هنا الأمواج الزرقاء محاولة لتعدي السد سد العميد مبروك زايد الآن ركل الجزاء يتقدم رادوي يلعب الكرة الله زور الهلال والزيارة الأولى لكي يبقى على العهد لكي يبقى على العهد في بطولة الدوري حامل اللغل عليه مبروك زايد رادوي خلاها زرقة زرقة 1-1 وفي انذار في انذار من اللي حصل عليه ربما الفريدي ربما الفريدي اللي حصل على انذار كروت توزع من حكم المباراة اليوناني هذا مبكا كولا هذا دراكولا وبكروت الآن شوف شوف اللحظات أمنيات إنها كرة قد تسجل الحلم قد تسجل ضربة جزاء بلنتي هل يطلق الفرح أم الأحزان من فرصة مواتية رادوي جول 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 طال انتظاره وحلم لا زال طال انتظاره بالنسبة لفريق الهلال الآن يتقدم رادوي ويسجل في الوقت بدل الضايع يسجل في الوقت المقدر في ساعة بسمة والآن البسمة ترفع 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 في محيى رئيس نادي الهلال في أشياء كثيرة ليس في البطولة فحسب بل حتى في يوم الأحد القادم المعنويات مرتفعة مع الكنز وفريقه وجماهيره المعنويات جدا مرتفعة للفريق الأزرق المعنويات جدا مرتفعة لعبة الرمية الجانبية في كرة اللعب ممتازة محاولة لرادوي سلامي على رومانيا وسلامي على الروماني وسلامي على اللي جابك من رومانيا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على رادوي اضحك 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 لقطة فيها فرحة هلالية كبيرة فيها فرحة هلالية كبيرة سلامي للرمان سلامي للرمان كوسميرن يقول الآن نجح بعد الهدف الثاني رادوي يسجل ثاني أهداف الهلال رادوي يسجل ثاني أهداف الهلال يتمخطر الزعيم يتمخطر الزعيم يتمخطر في المباراة هدف ثاني من رادوي شوف الكرة شوف الكرة شوف الكرة رادوي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لعيب والله لعيب لعيب والله لعيب أخذ الكرة على طول في المرمى يصوب هدف ثاني سعد نواف العتيبي الكرة ملعوبة أمامنا الآن محاولة في وسط الملعب تمرير إلى رادوي محاولة التسديد كتواجد القيمة المالية كتواجد كمدرب ولكن كقيمة فنية أيضا هو مدرب كبير وحقيقة حقق مع الهلال حتى الآن مكاسب ممتازة رادوي رادوي يسجل هدف جميل في الدقيقة 35 ميرين رادوي يسدد بكرة قوية تماما من منتصف ملعب فريق نادي الفتح الهدف الرابع للهلال هدف رابع للهلال هدف ثاني لميرين رادوي ابتسامة البلجيكي إيريك جيريتس تصفيق البلجيكي إيريك جيريتس قبله كان تصفيق من نواف بن سعد نائب رئيس نادي الهلال في المقصورة الرئيسية وفرحة للجماهير الهلالية برباعية نظيفة حتى الآن رادوي شوفوا شوفوا من منتصف ملعب الفتح تماما تسديدة قوية على يمين محمد شريفي هدف رابع للهلال هدف رائع للهلال هدف
هدف يأتي من مسافة بعيدة، هدف من طراز الكرات البعيدة المدى الجميلة، وهدف جميل حتى بتركيز من ميرل رادوي المدافع الروماني، اللاعب الروماني الكبير، لاعب خط المنتصف، اللاعب الروسي. والآن تأتي كرة لمصلحة لاعب الفريق الهلالي، الشلهوم ورادوي آخر دقيقة من الضايع وتنتهي المباراة. كرة ملعوبة الآن، الشلهوم رادوي من يحطها جول، رادوي الجنرال الروماني يضوي الزعيم وقمر الزعيم في سما دبي، جول الهلال يعود، الهلال يسجل. الله يا جنرال، الله يا روماني، من الرادوي كابتن الهلال يحرز الهدف الأول، التعادل يعود بنفس الطريقة، بنفس الطريقة الهلال يسجل. يا إلهي على اللقطة الماضية، حلوة منك يا رادوي. الهلال يعود في الرمق الأخير، في النفس الأخير، بدري عليك يا ملفوف، بدري عليك يا ملفوف إنك تعود باللقطة الماضية، حلوة منك يا رادوي. الله يا جنرال، الله يا جنرال كالديرون، والدكة فرحت للهدف وفرحنا كلنا للهدف الهلالي. الهلال ليونج بيو ينفذ الرمية الجانبية إلى أحمد الفريدي، يصلح لرادوي، رادوي يجرب كانت امام الغريم التقليدي النصر في استاد الملك فهد في تسديده من مكان بعيد، نشوف الردو كبير كبير يا رادوي، كبير يا رادوي، كبير يا رادوي، بهدف ولا اروع ولا أفضل ولا أجمل من هذا اللاعب المقاتل الروماني ميرل رادوي، بهدف ثاني رائع من رادوي. شوف شوف الهدف، شوف الهدف في مقطع سينمائي، هذا مقطع سينمائي ولا أروع ولا أفضل ولا أجمل من هذا الهدف ميرل رادوي. شوف كيف عملها بهدف مع الدقيق للقادم، مباراة على ان كرة العرب بخير، انها كرة لا استسلامية وخماسية. هلالية هلالية هلالية، رومانية رومانية لإسعاد قائد السفينة البلجيكية. افرح الهلال يعود، اسعد انه الهلال. خمسة قذيفة، خمسة بصاروخ، خمسة بقذيفة وقنبلة، الصام خمسة سجل، رادوي يدون 5-3. الله على الديربي، يا رادوي، على الهدف. اقتلوني اقتلوني الليلة، مش ممكن مش ممكن. على الخامس كيف مرت روماني من أم برازيلية، بقدم برازيلية، بكرة سحرية، بخماسية هلالية. الله في ليلة أبطال أوروبا، الهلال والنصر في عرض يليق بماتش أوروبي، 5-3. محاولة ملعوبة، لمسة من تياغو، محاولة تصل إلى ليون في منتصف في ملعب المباراة، رادوي يحمل الضغط هنا، محاولة الله من وحي الف.
والابداع من وحي الخيال. رجاء يسجل الحضور الكبير هنا من وحي الخيال. كرة تأتي من صاحب الخيال هنا من الرجاء. يسجل يطلق قذيفة في شباك معيوف. خلاص هي الطوف, هي الطوف يا معيوف. كرة في الشباك. الله يا رجاء, شوف الكرة الماضية هي من وحي الخيال. هنا الرسمة, هنا الرسمة, هنا اللوحة, هنا بيكاتشو. شوف الكرة الماضية, بيكاسو حاضر, دافنشي حاضر, والكرة الماضية تأتي بها.